اهلا وسهلا فيكم. لعشاء خفيف كانكم تستعملوا الكبده بهاي الطريقه. طبعا اللي اولاده ما بيحبوا مثلا البصل والثوم وهاي الاشياء كانكم تعملوها بهاي الطريقه البسيطه واللي بتحافظوا على نكهه الكبده بس، وكتير طيبه وخفيفه. الطريقه انا اضفت زيت زيتون وزيت ذره. الكبده انا هون غسلتها، فحابب انزلها. لازم تسمعوا هاي الصوت يكون حامي الزيت كويس، بس نفس الوقت ما تحرقوا يعني الزيت حرق. حلوة الكبدة هاي، تقطعوها كبير ما تقطعوها صغير. طبعا ما رح نحركها، هي كتير بسيطة. العشاء يعني مع صحن سلطة تكون طازجة فريش. تمام التمام، حتى ما بنحتاج في هاي الوصفة بهارات، بس ملح وفلفل اسود. هلا رح نضيفه، بس دقيقة نخليها تاخذ لون من تحت بعدين نقليها. لا توطوا عليها لحتى ما تنزل ميتها، زكوتها تضلها ميتها جواها. شو بدأت تغير لونها، بنقلبها الهداوة. طبعا ننتبه من الزيت، خصوصا البنات اللي لسه بأول طلعتهم يعني أول زواجهم لسه ما بيعرفوا الطبخ، ننتبهوا من الزيت كويس، لأنه الكبدة معروف عنها بتطشر بتصفى منيح. كمان صفوها كتير كتير منيح من الماء، شايفين؟ بتطشر حتى وهي مصفى من الماء. عليها رشة من الملح، وراح نضيف فلفل اسود. بس هذول المكونين الوحيدين. تقريبا نص معلقة فلفل اسود ونحركهم. ما بتاخد شيء، اول ما يتغير لونها تحط الملح والفلفل دقيقتين ثلاثة وطفوا. لا تنشفوا الكبدة، كل ما طولت على النار مثلها مثل الربيان. بتنشف وبطل فيها عصارة بقلبها، بتصير مش طيبة أبدا. الكبدة يعتبر جهزت معنا، شوفوا خلوها بهذا اللون، لا تحمروها لا تنشفوها أبدا. لو بدي أقسم لكم هاي القطعة راح تشوفوا إيش قصدي، لأنها تكون طرية ورطبة. بسم الله، شوفوا كيف من جوا يعني لساتها فيها عصارة. وبس مع السلطة اللي إحنا عملناها، شوفوا اللون ترى مستوية. هذا بس هيك من بلشت تتحمر معي، وأنا ما بدي إياها تتحمر. شوفوا بتقسم بكل بساطة، شوفوا. حبايبي جهزت معنا كبدة بطريقة كتير بسيطة، مجرد بس انه زيت زيتون وزيت ذره ملح وفلفل اسود وبس. تخلوها يا دوب 5 دقائق على النار بتكون استوت. قطعوها بهالحجم شيء عجيب، وعلى طول تفضلوا كلوها. لا تنشفوها الكبده، لو نشفت بتصير مو طيبه.